مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، جلسه بعد الظهر من صفحه تكمل العربيه مباشره. معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري. خلينا سويا بهذه الجلسه نشوف ابرز التحركات وخاصه على المؤشرات الامريكيه والمؤشر الالماني الجيرمان داكس. بهذه الجلسه خلينا نشوف اذا بدكم التحركات او هو اذا بدكم روح السوق مثل ما بقولوا او محرك السوق هي المؤشرات الامريكيه. سوق الاسهم بشكل او اخر هي من الاسواق الماليه اللي المضارب لما يختارها بكون اذا بدكم عم يلجا لها وبالخروج بنفس الوقت من العملات الرئيسيه او من السلع. بكل بساطه المعادن والسلع اللي هي بتكون او تمثل ملذات امنه كالذهب والمانيفاكتشرنج برودكتس مثل الفضه، وايضا على سبيل المثال اسعار النفط. لما المضارب يختار انه يخرج من هذه المعادن او السلع ويدخل على العملات الرئيسيه مثل اليورو دولار وغيرها من العملات الرئيسيه، بكون عندي اذا بدكم بعض الفرص الاوضح على هذه العملات الرئيسيه. فبكل بساطه نحن كمحللين تقنيين ننتظر اذا بدكم خروج المضاربين من سوق الفوركس وسوق العملات الرئيسيه لانتظار ولا تحديد فرص استثمار اوضح وافضل. وعليكم السلام استاذ ماجد، اهلا وسهلا فيك. المؤشرات الأمريكية وصلت إلى مستويات، وهذه المستويات مهمة جدا لأخذ بعين الاعتبار طبعا لبداية موجة صحية بسيطة والتراجع من المستويات الحالية. خلينا أنا وياكم شوي حدد هذه المنطقة وفرجيكم كيف إذا بدكم اخترت هذا السيناريو على الاس بي 500 على سبيل المثال. الاس بي 500 هو من المؤشرات اللي يتضمن تقريبا بحدود شركات، يعني تقريبا بحدود ال 500 شركه، ولكن هي تاك كومبانيز، يعني عم نتكلم مثل الاتش بي مثل ابل كل التاك كومبانيز. اوكي التكنولوجيا. استاذ سامر اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه، نورت. لكن المؤشرات الامريكيه ومع ارتفاع الاس بي 500 ووصوله الى هذه القمم، شو الخطوه التاليه؟ طبعا معظم المستثمرين اذا بدكم اذا بيوصلوا القمم مع بعض البعض والقاعات مع بعض البعض بيعرفوا انه وصلنا الى مناطق مهمه جدا، وهذه المناطق ممكن ناخذها اذا بدكم كمناطق مهمه جدا ل تمثل نقاط مقاومة إذا بتكون وبداية موجة صحية أو تراجع للمؤشرات الأمريكية وصولا إلى مستويات 2880 ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. فالاس بي 500 بالتراجع من هذه المستويات ممكن يسجل مستويات مهمة جدا، والتراجع بحدود تقريبا 60 أو 70 نقطة للاس بي 500، يعني هيدا شيء ضخم جدا. إذا بدنا ناخذ موجات اليوت نعد رقم واحد، الموجة رقم واحد، رقم اثنين 1 2 3 4 5، رقم ثلاثة على هذه المستويات رقم أربعة، ونتوقع ارتفاع خمس موجات بالموجة الخامسة أو ضمن الموجة الخامسة 1 2 3، نتوقع انخفاض 4 وارتفاع ثم 5 الأخيرة، لمن هنيك نبتدي ثلاث موجات تصحية ما قبل أخذ القرار إذا بدكم بسيناريو ايجابي اما سلبي على المدى الوسط للطويل. هلا اول نقطه واهم نقطه عندي انه هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا بالوقت الحالي هي مستويات ممكن نشهد تراجع منها للمؤشرات الامريكيه مثل الاس بي 500 وايضا الجيرمان داكس. هلا للجيرمان داكس خلينا ندخل على الجيرمان داكس ونشوف هذا المجنون، بيسمى بالمجنون لانه بيتحرك 400 او 500 نقطه بالنهار، والبيب فاليو تبعه او قيمه النقطه هي عباره عن 25 يورو او 30 دولار. فنحن بكل بساطة بنشوف موجات اندفاعية، بنشوف شموع خضر ضخمة جدا، وبهذه الحالة بنعرف انه فريق اللي مسيطر على هذه الرسوم البيانية هي طبعا فريق الثيران بكل بساطة. طبعا من وراء ثلاث موجات ضخمة شو بنتوقع؟ ثلاث موجات ضخمة يعني نتوقع انه ممكن يكون وصلنا او قربنا نوصل الى قمة معينة. عم بتلاحظوا في عندي اول موجة ارتفاع، ثاني موجة، وثالث موجة. فبالنسبة لموجات اليوت اذا بدنا نعد هذه الموجات، يعني عم نلقب واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة، هذه هي بيعني ثلاث موجات اندفاعية او ثلاث شموع ضخمة. خلينا نقول بنكون بالنسبه لموجات اليوت عدينا رقم 1 2 3 و4 و5. هلا نحن اللي علينا نعمله كمضاربه او كمضاربين كرمال نخفض المخاطر، ننتظر ارتفاع الموجه الاخيره، وبكل بساطه ممكن نقيس المستويات نفسها. شو يعني؟ يعني المستويات اللي اخذناها على هذه الموجه الاندفاعيه بناخذ نفس القاع ونفس القمه، بنقيس المسافه وبنعمل لها بروجكشن على الموجه الاخيره كرمال نعرف وين الهدف اللي ممكن نوصل له. اوكي، يعني على سبيل المثال من اخر قاعه لاخر قمه عم نقيسها، نرجع بنعمل لها دراج، بنعرف انه هذه القمه اللي قربنا اذا بدكم نوصل لها للجيرمان داكس اللي هي طبعا رح تكون قمه مهمه جدا، وناخذها بعين الاعتبار للدخول بصفقات بيع.
تمام؟ فبهذه الحالة عم نقدر نحدد هيكلية أو أنماط معينة لهذه الموجات الاندفاعية لنقدر نختار نقطة دخول. نقطة دخولنا بأسواق الفوركس أو بأسواق المالية هي أفضل شيء ممكن نعمله لنقدر نحدد إذا بدكم فرص استثمار. نقطة دخولنا هي الأهم. طبعاً وقف الخسارة أكيد مهم وتحديد الربح، ولكن أهم نقطة دخولنا. نهار اللي بنختار نقطة دخول مميزة وبيقدر السوق يمشي معنا من البداية أول ما نفتتح مركز أو صفقة، بهذه الحالة بنقدر عم نقلص المخاطر أو نكون عم نخفف المخاطر. حساب التداول اصبح 6027 دولار، عندي مركز بيع 0.5 لليورو النيوزيلندي 105 دولارات ارباح. عم تلاحظوا خلال هذا الاسبوع مراكز وصفقات اللي كانت عم نجنيها طبعا او الربح اللي عم نجنيه من خلال هذه الصفقات كانت اكثر من رائعه واكثر من مميزه. استاذ انتو داو جونز، هذه النقطه اللي كنت عم جرب اتكلم عليها انا في البدايه، انه داو جونز تراجع اذا بدكم عند افتتاح السوق الامريكي، تراجع من مستويات ال 26550 لل 4428، يعني تقريبا بحدود ال 130 نقطه. كان من المفترض انه نشهد تراجع اسرع للاس بي والداكس، ولكن بحكم انه هذا التراجع وبحيث انه هذا التراجع هو فقط موجه تصحيه، فنتوقع انه الموجه التصحيه ومع احترام وقف الخساره فوق اخر قمه تم تسجيل عندي، نتوقع أن هذا التراجع يكون محدود إلى مستويات محددة ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. هلأ إذا بتلاحظ أنت على الداو جونز أنه ما عندي إذا بدكم سيناريات واضحة إلا إذا نوصل القاعان مع بعضها البعض، بهذه الحالة نقدر ناخد هدف لنا ونقطة الدخول اللي هي تقريبا عند مستويات ال 26224. هذه المستويات المنتظرة إذا في حال بدنا نفكر بمراكز بيع هون بنخرج، تمام؟ وانا ما اذا بتلاحظ على الاس بي 500 اوضح. على الاس بي 500 عم نلاحظ انه هذا التراجع اوكي الى المنطقه الصفراء هي اول نقطه دعم، ثاني نقطه دعم هي المستويات الثانيه اللي هي طبعا هذه المنطقه اللي هي مايله على ارتفاع وتعتبر منطقه طلب، اوكي؟ لانه عم نشهد اذا بدكم ارتداد منها كل ما يتلامس مع السوق فممكن نتوقع ارتداد. هل على رسم بين اليومي للاس بي 500، على رسم بين اليومي واذا بنلغي كل هول الامور، على رسم بينا اليوم كنا حددنا الرايزنج ويدج او النمط الميل على ارتفاع، فبهذه الحاله تراجع من هذه المستويات ممكن تكون اذا بدكم محدوده لزياره هذه الخطوط اللي حددناها ما قبل تكمله اتجاه الصاعد. فبالنسبه لي على الاس بي 500 اوضح بكثير من الداو جونز. ومع تراجع المؤشرات الأمريكية ممكن نشهد تراجع للدولاريان. الدولاريان وبحكم العلاقة الإيجابية بينه وبين المؤشرات الأمريكية، نتوقع أن الدولاريان أيضا ممكن يكون وصل إلى مستويات مهمة جدا، فقط ننتظر الارتداد منه. يعني ما عم ننتظر إشارة انعكاسية وانهيار من هذه المستويات، بل عم ننتظر موجة تصحية ما قبل تكملة اتجاه الصاعد والسيناريو الإيجابي للدو اس جي بي واي، او خلينا نقول للعملات الرئيسية اللي بتبتدي بالدولار الأمريكي، واللي بأكد على هذا السيناريو قوة الدولار سويس، هذا النفق الميل على ارتفاع. انتم عم تلاحظوا بهذه الجلسه ما بندخل بتفاصيل الرسوم البيانيه، انما ندخل بتفاصيل اذا بدكم اكثر بشكل عام علاقه العملات ببعضها البعض، علاقه السلبيه بين المؤشرات الامريكيه ومعظم العملات الاخرى، وبهذه الشكل بنقدر نحلل شوي اكثر كشق اقتصادي اكثر من شق تقني بسوق الفوركس. هذا النفق الميل على ارتفاع نتوقع انه ممكن يكون عندي قوه زخم واضحه وسيطرت فريق الثيران عليها، فلا أتوقع أن ممكن نبتدي بإشارة انعكاسية، إنما نتوقع تكملة اتجاه الصاعد للـ USDCHF، وخاصة أنه وصلنا إلى مستويات مهمة جدا اللي هي مستويات القمم اللي هي تم تسجيلها عبر خط المقاومة أكثر من 3 مرات، فمن المنتظر أنه هذه المرة اللي هي هذه هذا الارتفاع يتم اختراق هذا الخط ونستهدف مستوى 103. ومع ارتفاع الدولار سويس لزيارة مستوى 103 ما في شك أنه تراجع اليورو دولار متوقع، طبعا عندهم علاقة عكسية، وانما هذا الشيء ما بيمنع انه ممكن يكون عندي اخر موجه ارتفاع لليورو دولار لزياره مستوى ال 113.40، وهذه المستويات اللي راح احدد انا وياكم فرص بيع، فرص بيع عليها مستوى ال 113.40، من هنيك رح نكون طبعا عم نعزز مراكز البيع. فبكل بساطه انا كمحلل بدي اعرض سلمت اوردر امر معلق بالبيع على مستوى ال 113.40 لزوج اليورو دولار، خلينا ندخل بنصف عقد 0.5 وامر معلق بالبيع. هذا سلمت اوردر على مستويات ال 113
40. اوكي موديفاي، عظيم. ونتوقع وصول اليورو دولار الى هذه المستويات للانتهاء من الموجه التصحيحيه اللي هي ايضا نفق ميل على ارتفاع، وهذا بيدل على انه هذا النمط او هذه الهيكليه هي مجرد موجه تصحيحيه وليست اندفاعيه. ووصول اليورو دولار الى هذه المستويات من الاكيد انه راح نشهد تراجع له، خاصه اذا في حال يعني مضيعين بالسيناريو او ما ناكدين من السيناريو، اقله رح نرتد بثلاث موجات تصحيحيه ما قبل تكمله اتجاه الصاعد، على سبيل المثال اذا في حال نحن اخطانا بالسيناريو الهابط. يورو سي اتش اف، يورو سي اتش اف هذا الزوج اللي نحن نتوقع ايضا ارتفاعه بحكم انه الدولار سويس او الدولار السي اتش اف اللي شفناه هلا، اوكي نتوقع ارتفاعه، وهذا الزوج بيتأثر كتير بالدولار سويس. فبهذه الحالة أتوقع ومع انخفاض هذا الزوج بشكل خمس موجات أكثر من واضحين اللي هي 1 2 3 4 و 5، ابتدينا بأول موجة تصحيحية ويف A، A B C ويف B، ونتوقع ارتفاع ويف C. اللي صار عندي بكل بساطة هو I دبل I تريبل I رقم 3 رقم 4 رقم 5، هو خمس موجات انخفاض. تمام، أول موجة تصحيحية اللي هي W، أول موجة تصحيحية A B C، ثلاث موجات اللي هي تلقب بويف X، ثاني موجة تصحيحية ونتوقع ارتفاع ويف Y. فبهذه الحالة زوج اليورو CHF ممكن ارتفاعه لزيارة مستوى 116-18، يعني ارتفاع تقريبا محدود 300 نقطة من هون على الرسم بياني اليوم. بالنسبة للبترول أربع ساعات، قربنا لننتهي من انخفاض البترول. بكل بساطة هذه الموجات اللي عم نشهدها على البترول هي موجات الأخيرة لانتهاء من هذا الانخفاض. إذا بدي أخذ هذا السيناريو، شوفوا السيناريو اللي عم بتكلم عليه، هذا السيناريو من هون لهون، تمام، هذه الشاشة عم بتكلم على انخفاض الموجة رقم واحد، خلينا نغير اللون باللون الأزرق أوضح. 1 2 موجة رقم 2، موجة رقم 3 اللي هي فيها 1 2 3 4 5، هالموجة رقم 3 A B C Wave 4، ونتوقع انخفاض الموجة الخامسة. فبكل بساطة ممكن هذه المستويات هلا تكون مستويات أخيرة ما قبل بداية ثلاث موجات تصحيحية. رح أرجع عدلكم إياهم، Wave 1 A B C Wave 2 Wave 3 اللي هي تتضمن I 2 3 4 و 5، هيدي الموجة رقم 3 أصبح عندي موجة رقم 1 2 3، الموجة الرابعة اللي هي A B C، الموجة رقم 4 هذه الموجة الرابعة، ونتوقع انخفاض الموجة الخامسة لزيارة قاعان جديدة، وبالفعل ابتدينا أصلا فيها وابتدينا بهذا الانخفاض، فنتوقع زيارة مستوى ال 62.90 أو 62.80. هلأ ما في شك أنه وصل إلى مستويات مهمة جدا، ممكن الموجة رقم 5 تكون ترانكيتد أو خلينا نقول تكون بنفس المستويات مثل انخفاض الموجة رقم 3. فبهذه الحالة ما بنصح أي مستثمر أو أي مضارب يفكر بالدخول بمراكز بيع على أسعار النفط، ولو حتى ممكن توقع بعد انخفاض بسيط لآخر موجة لأسعار النفط ما قبل يعني موجات تصحية أو ثلاث موجات تصحية للـ WTI أو لأسعار النفط. أوكي، أما بالنسبة ل استاذ عبد الله، التحاليل التقنيه كثيره بالسوق، والتحاليل التقنيه في عندها عده استراتيجيات وعده افكار وعده انماط وعده خلينا نقول تحاليل او عده يعني مثل ما بيقولوا تحاليل اساسيه وتقنيه دقيقه جدا. يعني عم نتكلم على الجارتليز، عم نتكلم على العرض والطلب، على المؤشرات، على اليوت ويف، على فيبوناتشي. يعني بدك تحدد شوي انه انت تتعلم التحليل الفني بشكل احترافي، بدك تبتدي في البدايه بالمؤشرات اللي موجوده عنا على منصه التداول، اللي هي المؤشرات او الانديكيتورز اللي موجوده عنا. طالما انت صرت تعرف تتعلم الانديكيتورز وتدمجهم مع بعضهم البعض، ساعتها ممكن تنتقل اذا بدك من نقطه او من فرصه، اذا بدكم المؤشرات اللي موجوده عنا على منصه التداول، بتقدر تقوم بتعديل الارقام لتقدر تحدد سيناريوهات مفترضه. هلا إذا في حال ما عم بفيدوك وما عم تقدر تتمكن من حالك من وراء المؤشرات الموجودة عنا على منصة التداول، ما في شك أنه ممكن تنقل خبرتك والدراسات تبعك إلى
استراتيجيات تداول اخرى مثل موجات اليوت اللي هي طبعا بدها وقت كثير كرمال تقدر تتعلمها ويكون عندك اذا بدك طول البال عليها. بالنسبه لإلي ابتدي بالشموع اليابانيه اللي هي انجلفينج باترنز، الانماط الاحتوائيه، الاشارات الانعكاسيه، شمعيه المطرقه، هول الامور، ومن ثم تابع هذه الجلسات اللي عم نقوم فيها نحن بشكل يومي، وبتعرف كيف عم نقوم بالتحاليل تبعنا او التحاليل التقنيه، ساعتها بصير عندك فكره واضحه عن السوق. من اخر كم وصل له الجيرمان داكس ابتدينا بالتراجع، وهذا التراجع كان بشكل ثلاث موجات، اول موجه تصحيحيه، ثلاث موجات هي حددنا اول موجه تصحيحيه، ومن ثم خمس موجات مضادة 1 2 3 4 5، وعدم اختراق هذه القمة الموجودة عندي هذا بيعني أنه نتوقع هلأ ضعف على المدى الوسط للقصير لتسجيل ثالث موجة تصحيحية ما قبل تكمية اتجاه الصاعد. فهذه الموجة التصحيحية الثالثة ممكن نستفيد منها بالجيرمان داكس أو المؤشر الألماني، وكذلك الأمر على الداو جونز أو المؤشر الأمريكي وأيضا الاس بي 500. تمام، فهيدي بالنسبة للجيرمان داكس أو بالنسبة للمؤشرات الألمانية والأمريكية. بهذه الجلسة فقط كنت حابب هيك مر بشكل سريع على هذه العملات الرئيسية والأزواج الموجودة عنا. ما تنسوا تتابعوني بجلسة الصباحية غدا اللي راح أقوم فيها بتحليل تقنية دقيقة ونقدر ندخل بفرص استثمار إن كان على العملات الرئيسية أو حتى على المعادن والسلع. اليورو نيوزيلندا رح نضل محافظين عليه، هذا هو المركز الوحيد اللي عنا إياه مع أمر معلق بالبيع على زوج اليورو دولار، والباقي أغلقنا مراكز بيع على الذهب، وشفتوا أسعار الذهب وين عم توصل، وطبعا نتوقع تكملة اتجاه الهابط لزيارة مستوى 1240 قبل ما نرجع نفكر بسيناريات إيجابية لاختراق قمم جديدة مثل مستويات تقريبا الـ1500 والـ1600. ما بدي أوعدكم أستاذ محمد لأسعار الذهب أنه ممكن يكون عندي هالسيناريو الضخم، ولكن أنا في انتظار تراجع أسعار الذهب لزيادة مستوى 1240 أو 1230 هذه المستويات، ورح نكون في انتظار إشارة انعكاسية لبداية موجة اندفاعية ضخمة جدا لزيارة استهداف قمم جديدة لنا أكثر من 2010 منا شايفينها، اللي هي مستويات الـ1400 والـ1500. نحن في انتظارها لسعر ونسيت الذهب. أنا بتمنى لكم التوفيق، وبهذا النهار الأكثر من رائع ومثمر للجميع أنا بشوفكم جلسة صباحية غدا إن شاء الله، كان معكم المحلل التقني والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية من شركة تكمل، مباشرة إلى اللقاء.